السلام عليكم. في السابق أخذنا عملية ثري شولدينج باستخدام السيستم جنريتر، وقلنا السيستم أو ثري شولدينج عندنا قيمة معينة، يا إما بعدها يكون أبيض أو أسود بشكل كامل يعني، لكنه ما كل المشاكل يعني مشاكل الإيمج بروسيسنج تحل باستخدام الثري شولدينج. ممكن عندنا بيس مثلا عندنا هاي الصورة صاب بيها بياض زائد عن اللزوم، فنستخدم طريقة أخرى هي طريقة Piecewise Linear Transform. Piecewise Linear Transform هو رسم كيرف ما بين الـ Input Gray والـ Output Gray، ومن خلال الكيرف إيجاد علاقة ما بين الـ Input والـ Output. يعني مثلا لو كان عندنا هذا الـ Example، عندنا ثلاث خطوط مستقيمة، السيجمنت الأول إيجاد معادلة الخط المستقيم هذا الأول، والثاني السيجمنت 2، والثالث السيجمنت الأخير. فبعد ما نحل هاي المعادلات راح يطلع لنا سيجمنت 1 سيجمنت 2 سيجمنت 3، راح يطلع لنا إذا كان قيمة الصورة أقل من 90 فنفس الصورة راح تظهر، راح مباشرة عبر السيستم جنريتر نفس البيكسل. وإذا كان ما بين 90 وما بين 180 راح يكون عندنا تطبيق هذه المعادلة اللي هي تم اكتشافها من خلال هذا الخط هذا الكيرف. وإذا كان أكبر من 180 راح يصير 255 فانكشن. هذا شيء يسموه بيس وايز لينير ترانسفورميشن. فإذا راح نطبق هاي معادلة بيس وايز لينير ترانسفورميشن باستخدام السيستم جنريتر، كيف راح يكون تطبيقه؟ طبعا بالبداية راح اختار صورة بيها low contrast stretching هذه، وبعدين اول شرط ما راح امر بيه لان مباشرة هو البكسل راح يمشي. الشرط الثاني راح اسوي بالبداية relational، اذا كان ما بين 90 و 180 راح اضرب الاثنين، اسوي 2R ناقص 250، فراح يكون عندي ريليشنال ريليشنال يعني ريليشنال اسوي بيها لاتنسي لازم تكون أكبر من أو يساوي أكبر من أو يساوي 90 بهذه الـ A، وآخذ constant constant black هذا كونستانت راح يكون راح نضيفه. الإخراج عبارة عن بوليان. تسعين كونستانت فاليو 90 سايد ثمانية صفر بعد لازم تكون أقل من 180، أقل من 180
أقل من أو يساوي 180، يعني أقل من أو يساوي 180 وأنسايد إذا تحققوا هذول الشرطين بمعنى راح أجيب AND gate control logic logical AND لا تنسي صفر. فهذول إذا تحققوا الشرطين راح يطلع لي الإخراج عبارة عن واحد. إذا طلع لي إخراج واحد فراح يتم عمل OR تقدر OR من هذه نطلعها، يعني إذا سوينا هسه حلو، يعني هاي OR هذا أول شرط لأنه سو لوجيك. هذا أول. أو نجيب مالتبلكسر بالأحرى، نجيب مالتبلكسر، مالتبلكسر، راح تكون العملية عبارة عن 2 في R، فأجيب كونستانت أيضا 2 عملية حسابية اللي هي ضرب accumulator constant mul mult mul أو mult نجيب الصورة نفسها بعدها لازم تتم عملية طرح من 150 فأجي أسوي هاي أخليها 150 وأجيب آد صب اتصل هذا في حال إذا كان هذا واحد راح يكون الإخراج بهذه الطريقة إلى D1، وأيضا أخلي الصفر على المالتيبلكسر. وإذا ما كان الإخراج واحد
يصير عندنا نفس الصورة تظهر. الصورة هسه تم تضمين اي هذا واي هذا. هسه الضامن الاخير انه اذا كان اكبر من 180 فراح نجيب الريليشنال اكبر من 180 هاي الصورة الأصلية. كان أكبر من 180 ما أكبر من يساوي أكبر من 180 راح يتم الإخراج. إخراج 255 وإلا الناتج من هذا الشرط هو اللي راح يظهر. يعني إذا كان عندي هذا الشرط واحد مباشرة راح يظهر لي، إذا يكبر من 180 مباشرة راح يظهر لي 255. لكن إذا ما كان تحقق عندي الشرطين إيش راح يصير؟ الصورة عندي الأصلية راح تظهر، تؤخذ من خلال هذا المالتيبلكسر. وإذا تحقق عندي الشرط الثاني فراح يتفعل ايه هذا الاخراج، راح ياخذ عندي 2 في 150 ناقصا 2 في ار ناقصا 150. هسه هذا الاخراج وين راح يربط؟ يربط الى هذا ويتم عملية انا عندي اسوي عملية اظهار للحجم. سوي عملية إظهار الحجم ميتين وثمانية وأربعين في 204، ميتين وثمانية وأربعين في 204، 48 204 هذا حجم الصورة، وداخل ال هذه 248 في 204 204 function season suggest in a potential ميتين وأربعين في 204.
صار عندي مشكلة، أنا مكتوب السافكس المفروض السافكس ما يتجاوز ال ما يتجاوز قيمة المنبتات، يتجاوز قيمة المنبتات. from simulating. Function built in is just a function. Okay. From FPGA. يعني حاول إصلاح الصورة قدر الإمكان. إذا راح نجيب صورة أخرى نجربها، خلينا نجيب هاي الصورة مثلاً. هاي الصورة من السيمينينج، مشكلة جيب ماي كاميرا مان. هاي صورة الكاميرا مان، طبعا لأنه صورة الكاميرا مان ما ذيك اللي بيها مشكلة، لازم الصورة نفسها تكون بيها مشكلة. فيجيب ايدي اوت، شوف اوكي. فهذه كانت إذن العمليات اللي نحتاجها فيما يخص الـ piece wise. أول شيء عندي relational أقارن عن طريقة، بعدين عندي بعدها relational لابد من تحقق شرطين، شرط اللي هو أكبر من أو أقل من أو يساوي. الشرط الأول والشرط الثاني هذول أخليهم بأنت حتى يطلع لي شرط واحد، لازم اثنيناتهم متحققين. بعدين تتم عندي عملية، عندي ايضا ايه هذا المالتيبلكسر، هذا المالتيبلكسر اذا اتحقق هذا الشرط راح اخذ الناتج منين، من العملية، يعني انه عندي واحد معناها اتحقق وان لوجيك جاني، فراح اخذ العملية من 150 في ار ناقصا هاي القيمة إذا تحقق هذا الشرط، وإلا نفس الصورة أخذها معناها تحقق الشرط الأول ما تحقق الشرط الثاني. أوكي، لكن في حال إذا تحقق هذا الشرط الأخير أنه هي أكبر من 180 راح يتم تفعيل الدي 1 اللي هو 255 القيمة مالته، وما راح يجرؤ أحد أنه يطخ الصورة الأصلية اللي عندي. لابد أن تكون الصورة المفروض تكون الصورة بهذه الشكلة. تم عملية تبييض أكبر للصورة، ممكن تكون صورة مظلمة
منظمة أكثر وتتم عملية معالجتها. وشكرا جزيلا.